بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم الدكتور احمد من قناه ادرينالين، ومكملين معاكم في سلسله كورس الاوتوسي. وهنتكلم النهارده عن الفوميتنج، الترجيع، بدايه من تشخيص الحاله وايه الميكانيزم اللي بيحصل في جسمنا مسؤول عن الترجيع، وده هنشرحه في جزء الباثوفيسيولوجي وايه العلاج المناسب لكل حاله. تعالوا نتكلم اول حاجه عن جزء التشخيص ولعلمك دي اول خطوه في العلاج، لان لو كبرت دماغك واديت للمريض علاج ترجيع من غير ما تعرف السبب، ساعه ساعتين بالكتير وهيرجع الترجيع تاني، لانك ما عرفتش السبب الاساسي للترجيع عند المريض. اما لو عرفت المشكله بكل سهوله ان شاء الله هتعرف تعالج المريض. والخطوه دي عباره عن اسئله هنسالها للمريض وهنعرف منها التشخيص. هل المريض بيشتكي من كحه؟ لو كان المريض بيكح جامد فممكن يكون الترجيع حصل بسبب الكحه، فلو عالجنا الكحه هيقف الترجيع مباشره. وفي حلقه كامله اتكلمنا فيها عن الكحه وانواعها وعلاجها بالتفصيل. هل المريض بيشتكي من سخونيه مع الم في البطن؟ ودي ممكن تكون نزله معويه، ودي اتكلمنا عنها بالتفصيل في حلقه الابدومينال بين، وعرفنا ازاي بنفرق بينها وبين الابندكس، التهاب الزياده الدوديه، وقلنا ان الابندكس دي وجع اسفل البطن في الجزء اليمين، ولو الشخص نايم وحطيت ايدك على المنطقه دي هيحس بالم جامد، وكمان مش هيقدر يثني ركبته من شده الالم. هل المريض بيشتكي من عسر هضم وده اللي سبب له ترجيع؟ وبالتالي لو اديت له حاجه تظبط الهضم هيوقف الترجيع ان شاء الله. هل المريض رجع بعد ما اخد علاج معين وهنا العلاج عمل له حساسيه وبالتالي سبب له ترجيع؟ وهنا لو امكن نغير علاج او نوقفه، وغالبا بيكون الادويه اللي بتاثر على الدوبامين هي اللي بتعمل كده، وهنفهمها اكتر في جزء الباثوفيسيولوجي. كمان في حالات مش بنقدر نوقف فيها العلاج زي حالات الكانسر، وهنعرف قدام علاج الترجيع مع مرض الكانسر. هل المريض اكل حاجه من الشارع ورجع بعدها؟ وهنا الترجيع ممكن يكون نتيجه تسمم. ولو كانت واحده هي اللي بتشتكي من ترجيع، اسالها هل في حمل، لان من 50 ل 60% من الحوامل في الفيرست تريمستر اللي هم اول 3 شهور حمل بتشتكي من ترجيع لاسباب كتيره جدا. لكن من اشهر الاسباب اللي بتعمله نتيجه زياده هرمون الاتش سي جي الهيومن كرونيك جونوتروبين، وكمان نتيجه الفيستيبولار سيستم، وده الجزء المسؤول عن الاتزان في الجسم، وده بيعمل ظاهره اسمها المورنينج سيكنس، يعني الست الحامل تحس بالترجيع اول ما تقوم من النوم، بالاضافه ان الجاستريك امبيتنج ريت عند الحامل قليله، وده معناها معدل تفضيه المعده، المفروض الاكل بيقعد مده معينه في المعده وبعدين بيتهضم ويروح للامعاء. في الست الحامل وقت الجاستريك امبيتنج ريت بيقل، بالتالي فتره بقاء الاكل في المعده هتزيد، وده يعمل لها شعور بالامتلاء وهتحس بالترجيع. وهنتكلم عن علاج الترجيع للحامل بالتفصيل قدام ان شاء الله. هل المريض بيشتكي من ارتجاع مريء؟ ودي مشكله بين صمام المعده والمريء، فالاكل بيرجع لورا والمريض هيحس بحمو وحرقان، وده اللي هيخليه يرجع، فبالتالي لو عالجنا الارتجاع هيوقف الترجيع. هل المريض كان على سفر وجايلك من مسافه بعيده وحصل له ترجيع؟ ودي حاله موشن سيكنس، يعني دوار بحر، وده نتيجه لخلل في الفيستيبولر سيستم، وده مركز الالتزام في الجسم، فسببت له ترجيع، وهنعرف علاجه بالتفصيل ان شاء الله. وممكن يكون المريض حساس جدا لدرجه ان لو شاف دم او شاف حاجه ميته او شم ريحه معينه او اكل اكل معين، الحاجات دي بتخليه يرجع، ودي هنتكلم عليها ان شاء الله في جزء الباثوفيسيولوجي قدام. لو مفيش حاجه من اللي احنا قلناهم دول، يبقى قيس للمريض الضغط بتاعه، لان في بعض الاحيان مريض الضغط بيحس بصداع ودوخه، وده بيعمل له شعور بالقيء فبيرجع. ممكن يكون مريض ضغط ونسي ياخد علاجه، او ممكن ما يكونش عارف انه مريض ضغط اصلا، فانت بتنصحه يتابع مع طبيب بطن. لو لاحظنا في السكيم اللي قدامنا دي هنلاقي ان دي معظم حالات الترجيع اللي ممكن تدخل لنا الصيدليه، دول 10 حالات من ضمنهم 3 او 4 حالات بس اللي بديهم علاج، والباقي انا بشخصهم بس، لان زي ما قلنا قبل كده لو كبرت دماغك واديته علاج ترجيع ساعتين بالكتير ويرجع يرجع تاني، لان ما عرفتش السبب الرئيسي. كده احنا خلصنا جزء التشخيص. طب بالنسبه للحالات اللي بطلع لها علاج ترجيع، بطلع اي حاجه كده عشوائي؟ لا طبعا، هنعرف الوقت نفسر كل حاله بتدخل لنا الصيدليه علشان نعرف ايه العلاج المناسب لكل حاله. علشان كده هنشرح جزء الباثوفيسيولوجي، وده اللي هيخلينا نعرف نطلع الدواء واحنا فاهمين ومن غير حفظ كتير. احنا عندنا اماكن عديده في الجسم بتبعت اشارات عصبيه للفوميتنج سنتر، وده الجزء المسؤول عن الترجيع في المخ. فالفوميتنج سنتر اول ما بتجيله اشاره بالتنبيهات دي بيبعت اشاره للجي اي تراكت المعده ويقول لها اعملي كونتراكشن تنقبض فالشخص يرجع. سريعا كده تاني، عندنا اماكن في جسمنا بتبعت اشارات عصبيه للفوميتنج سنتر، فالفوميتنج سنتر بيبعت اشاره للجي اي تراكت يقول لها تنقبض فالشخص يرجع. يعني هنا المسؤول عن الترجيع هو الفوميتنج سنتر، واللي بيحفزه هو الاشارات اللي بتجيله. عاوزين بقى نعرف مين اللي بيبعتوا اشارات للفوميتنج سنتر، علشان دول لو وقفناهم يبقى احنا كده عالجنا الترجيع. اول حاجه عندنا السي تي زد، الكيمو ريسبتور تريجر زون، دي من احد الاماكن اللي بتبعت اشاره للفوميتنج سنتر. طيب ايه اللي بيحفز السي تي زد؟ السي تي زد عليه من بره الدوبامين ريسبتور والسيروتونين ريسبتور، المستقبلات دي اول ما بيشتغلوا بيحفزوا السي تي زد، فبيبعت اشاره للفوميتنج سنتر فبتبعت اشاره للجي اي تراكت فيخليها تنقبض في الشخص يرجع. يعني في الحاله دي لو قفلت الدوبامين والسيروتونين مش هيحصل ترجيع. تاني حاجه عندنا الفيستيبولر سيستم، وده جزء في المخ مسؤول عن اتزان الجسم، وده اللي بيحفزه الاتش 1 ريسبتور، بيتحفز في حاله الموشن سيكنس، يعني لو واحد مسافر وراسه فضلت تهتز يمين وشمال تلاقيه بيحس بالترجيع، لان ده حفز الهستامين، والهستامين يروح يشتغل على الاتش 1 ريسبتور فبيشغل الفيستيبولر سيستم، فبتبعت اشاره للفوميتنج سنتر، والفوميتنج سنتر تبعت اشاره للجي اي تي علشان تعمل كونتراكشن فتنقبض والشخص يرجع. كمان في حاله المورنينج سيكنس، الستات الحوامل اول ما تقوم من النوم
بتحس انها عايزه ترجع، وده نتيجه لتحفيز الهيستامين للاتشون ريسبتور، فبيشغل الفيستيبولر سيستم فبيبعت اشاره للفومتنج سنتر فبتبعت اشاره للجي اي تي فتعمل كونتراكشن فترجع. تالت حاجه عندنا الكورتكس، وده بيتحفز لما يكون الشخص عنده حساسيه لريحه معينه او اكل اكل معين مش بيحبه، وكمان في حاله الضغوط النفسيه والعصبيه، كمان لو شاف لون معين زي لون دم، وكمان التوتر عند الطلبه خصوصا ايام الامتحانات. الحاجات دي بتختلف من شخص للتاني. اول ما الشخص بيحصل له حاجه من الحاجات اللي قلناها دي بيحفز الكورتكس، فالكورتكس بتبعت اشاره للفومتنج سنتر وتخليه يبعت اشاره للمعده فتنقبض فالشخص يرجع. رابع حاجه عندنا الجي اي تي المعده، ودي عليها سيروتونين ريسبتور، بالتالي لو زاد السيروتونين قوي هيحفز الجي اي تي انها تبعت اشاره للفومتنج سنتر، فالفومتنج سنتر ترد عليها باشاره تاني علشان تنقبض فالشخص يرجع. ليه بقى احنا شرحنا جزء الباثوفيسيولوجي؟ علشان لما يجي لك مريض بيشتكي من دوار بحر موشن سيكنس ما اروحش اديله حاجه تقفل الدوبامين، احنا عرفنا اللي بيشتغل هنا الاتش 1 فهقفل الاتش 1، ولو افترضنا اللي بيرجع ده طالب وعنده امتحانات كده عرفنا ان المشكله هنا بسبب الكورتكس. كده احنا خلصنا جزء الباثوفيسيولوجي وهندخل على مرحله العلاج. عرفنا في البدايه ان اهم حاجه في خطوه العلاج هي التشخيص علشان اعرف سبب الترجيع. تاني حاجه بقى هندخل على العلاجات اللي هنصرفها للمريض. انا عندي 3 ريسبتور اللي شرحناهم في الباثوفيسيولوجي، لو قفلناهم هنوقف الترجيع ان شاء الله. اول حاجه عندنا الدوبامين ريسبتور انتاجونست، تاني حاجه السيروتونين ريسبتور انتاجونست، تالت حاجه اتش 1 ريسبتور انتاجونست. اول ريسبتور هنقفله الدوبامين ريسبتور انتاجونست، ودي الادويه اللي بتقفل الدوبامين. اول مجموعه معانا بتقفل الدوبامين في الصيدليه الميتوكلوبرامايد، ودي امثلتها البريمبران في منه قراص وحقن ونقط، الفوميستوب في منه قراص، والجرعه هتبقى من 3 ل 4 مرات في اليوم قبل الاكل بنص ساعه، ده بالنسبه للشراب او القراص. وبالنسبه للحقن لازم تحسب الجرعه للاطفال، لكن الكبار اديله عادي مفيش مشكله. المجموعه دي امنه للاطفال، ولكن لا يفضل انك تديها لطفل اقل من سنتين. ليه؟ لانها هتعمل له اكسترا بايراميدال سيندروم، ودي تشنجات وبتستمر مع الطفل لمده 24 ساعه وبعدين بتختفي. طب لو حصلت معاك التشنجات دي للطفل وعاوزه تختفي قبل 24 ساعه، هنا هتدي له حقنه الافيل، ودي جرعتها نص ملي لكل 10 كيلو جرام. طب لو لقيت دكتور كاتب للطفل بريمبران في روشته، كده انت محتاج تحسب الجرعه للطفل ده، وهنقول ان جرعه البريمبران للطفل 1 من 10 ملي جرام لكل كيلو جرام لكل دوز، يعني لو دخل لك طفل وزنه 10 كيلو جرام هتحسب الجرعه وهتلاقيه انه ياخد 1 ملي فقط. تاني مجموعه معانا في الدوبامين ريسبتور انتاجونست الدومبريدون، وامثلتها الموتيليوم، موتينورم، جاستروموتيل، بروكينين، ودول منهم اقراص وحقن بالاضافه للموتينورم كمان في منه البوس. الجرعه بتاعتهم من 3 ل 4 مرات في اليوم قبل الاكل بنص ساعه بالنسبه للشراب والاقراص، وبالنسبه للحقن تحسب الجرعه للاطفال والكبار اديله عادي مفيش مشكله. تاني ريسبتور هنقفله السيروتونين ريسبتور انتاجونست، ودي الادويه اللي هتقفل السيروتونين. العيله دي من افضل وامن الادويه اللي ممكن تستخدمها للحامل والاطفال، جميله جدا وقويه، وكمان بتستخدم مع مرضى الكانسر، ودكاتره كتير مش بترضى تكتبها لانها غاليه مقارنه بالادويه التانيه للترجيع. كمان ممكن تتاخد لطفل من عمر 6 شهور، والجرعه 15 من 100 لكل كيلو جرام لكل دوز. اول مجموعه معانا في السيروتونين ريسبتور انتاجونست الاوندانسيترون، وامثلتها الزفران حقن، وده منه تركيزين 4 و8 ملي جرام، ده المستورد. المصري منه الدانسيت، منه قراص وحقن. كمان عندنا الاميرست حقن، وعندنا الاوندالينز، ودي لازقه بتحطها على اللسان وبتجيب نتيجه بسرعه وممكن تكون قريبه من تاثير الحقن. تاني مجموعه معانا في السيروتونين ريسبتور انتاجونست الجرانيسترون، ودي امثلتها ام اكس وجرانيتريل، قراص وحقن، الميتاش حقن فقط. تالت ريسبتور هنقفله الاتش 1 ريسبتور انتاجونست، ودي ادويه هتقفل الاتش 1 ريسبتور، ودي اكتر استخدامين ليها في حاله الموشن سيكنس، الناس اللي بترجع في المواصلات، والمورنينج سيكنس، الستات الحوامل. اول مجموعه معانا في الاتش 1 ريسبتور انتاجونست السايكليزين مع فيتامين بي 6، ودي امثلتها الايمتريكس، اقراص وحقن، وخلي بالك ان الحقنه دي بتتضرب، يعني تخلي بالك من الشخص اللي داخل يطلبها. تاني مجموعه معانا في الاتش 1 ريسبتور انتاجونست الميكليزين مع فيتامين بي 6، ودي امثلتها نافوبروكسين وفوميدوكسين، اقراص والبوس، نافيدوكسين وديزرست بي 6، اقراص فقط. كمان لما استخدموا الكورتيكوسترويد كانتي ايمتيك، خصوصا لما عملها كومباينيشن مع الفيتامين بي 6، ودي امثلتها كورتاجين بي 6 حقن الاطفال وحقن الكبار، ناقصه طبعا كورتيبلكس بي 6 حقن الاطفال والكبار، ودي افضل حقنه ممكن تطلعها للاطفال، امنه جدا ومفيش فيها اي مشكله. الجينجر من ضمن العلاجات الطبيعيه الكويسه جدا برضو للموشن سيكنس والمورنينج سيكنس، تطلع للحوامل والناس اللي بترجع في المواصلات، جميله جدا وبتجيب نتائج هايله. كده اي حد دخلك الصيدليه بيشتكي من ترجيع بقيت عارف الاسئله اللي هتسالها علشان تعرف تشخص الحاله صح، وكمان بقيت عارف ميكانيزم الترجيع وازاي بيحصل وايه العوامل اللي بتحفزه، وجمعنا معظم ادويه الترجيع الموجوده في الصيدليه بالمواد الفعاله وجرعات الاستخدام. وبكده انتهت حلقتنا النهارده، ومكملين معاكم في كورس الاوتو سي. لو عندك اي استفسار سيبه في التعليقات وان شاء الله هرد عليك.